الذي تحدث عنه الكل وصرح عنه الكل ويجمع ما بين الأخوة في أرض قطر، والحديث الكبير اللي كان خلال الأيام القليلة الماضية بعد تأزم موقف المنتخبين وحاجتهم إلى نقاط المباراة الثلاث في هذه المواجهة. ظهرت الكثير من الأحاديث، لكن الكل يتفق على أن الجميع على أرض دوحة، الجميع أخوة وأشقاء، بل والأن الكثير حقيقة رحب بهذه المواجهة. صالح السلمين يقول إلى اجتماع الأبيض مع العنابي بنشوف لعب يختلف عن غيره، قمة تنال إعجابكم وإعجابي، ونجوم تحمل للشعار الغيرة، قمة خليجية. وأساميو كحكم مساعد ثاني، بينما يجلس الدولي العماني عمر اليعقوبي حكما رابعا في هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. بسم الله، من أحداث مواجهة الفريقين، كرة لمصلحة منتخب قطر أمامية ملعوبة، الكرة الماضية خطيرة جدا، خطيرة جدا، تصطدم في القائم، كرة عبد الكريم حسن يستغل من خلالها خطأ المدافع الإماراتي، يبدو برغش مع حارس المرمى ويلعب الكرة الماضية برأسه، طالت طالت على عبد الكريم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وعن طريق الخطأ تعود المحاولة في الجانب المقابل لإسماعيل الحمادي بالتغطية في المكان المناسب، يأتي التصدي وكرة بعد ذلك مصعب خضر، وصلت الإمارات من جديد، أرضية في منطقة الجزاء، محاولة وتسديدة تأتي، كرة ملعوبة، أوه. لمصلحة المنتخب الإماراتي، خطأ من منتصف ملعب العنابي، البحث عن التسديدة المباشرة مباشرة تأتي لكن بعيد عن مرمى الحارس سعد الدوسري إلى خارج أرضية الميدان. يبدو سالم النقبي المسؤول الإعلامي في المنتخب الإماراتي حاضرا يبحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، معلم وكريم مضياف والمعز والهيدوس وطارق سلمان، وكرة ملعوبة رأسية تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى ملعوبة، بعد ذلك تصل إلى حسن الهيدوس على انطلاقة من أكرم في الجهات اليمنى، مصعب خضر كذلك، أكرم الآن، أكرم الآن يمرر داخل منطقة الجزاء ملعوبة، محمد الشامسي يتصدى، يتصدى للكرة الماضية محمد الشامسي، ويبعد الخطر من أمام مرمى الإمارات، ويمنع المعز من أول أهداف اللقاء، لتستمر الأمور بنتيجة التعادل السلبي، لتستمر الأمور بنتيجة التعادل السلبي. هو اللي كان في احتكاك ما بينه وما بين المعز، ثم بعد ذلك الكرة تعود في الجانب المقابل، وصلت إلى أكرم عفيف، أكرم الآن يسدد، يضرب بالدقائق الأولى ويضع العنابي في المقدمة، أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب في آسيا، والعب يا عنابي وجمهورك يردد، أوه العب يا عنابي وهز المدرج، العب ولعبك فن والخصم منك جن، الخصم منك جن، جننوهم جننوهم، خبلوهم خبلوهم، دائما دائما عن تسجيل الاهداف، كره بمحاوله ملعوبه الان لمصلحه منتخب قطر، وصلت الى ابو ضياف بالكعب، تسلل 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 على اكرم عفيف، حكم المباراه يشير باستمراريه اللعب في اللقطه الماضيه بحكم ممكن ان يعود الى تقنيه الفيديو من اجل احتساب ركله جزاء لمصلحه منتخب قطر، هو الوحيد، هو الوحيد اللي قررها، لا 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 لا، ركله جزاء، ركله جزاء واضحه على محمد برغش في كرة مد من خلالها يده من أجل إعاقة اللاعب كريم بضياف، وبالتالي لمس الكرة بيده بقرار من حكم المباراة ساتورياجي، ساتورياجي يحسب الركلة، ركلة جزاء، ركلة جزاء، بحافز كبير أمام الأنصار، أمام الجمهور، أمام الناس، أمام العالم، بأعلى صوت عنابي، بأعلى صوت عنابي، بأعلى صوت عنابي، إما قطر فوق، إما قطر فوق، فوق فوق، 48 كرة لمحاولة أمامية ملعوبة الآن خطيرة جدا، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة الإمارات، ركلة جزاء تأتي على اللاعب وحده
حارس المرمى سعد الدوسري. صحيحة صحيحة، قرار سليم جدا من حكم المباراة الدولي الياباني ساتو رياجي، وبالتالي ركلة جزاء مستحقة. وصلت إلى بندر، بندر بعد ذلك والتقدم على الاصطدام والسقوط، وركلة جزاء تأتي لمصلحة بندر الحبابي. بندر الحبابي ومتجاوز الفات خميس سعد يلعب كرة، جول جول جول، مبخوت يسجل ويقلص الفارق الآن لمصلحة الأبيض الإماراتي. لإعجاز المعقول هداف بطولة كأس الخليج تعود المحاولة في جانب المقابل المرتدة، وصلت إلى حسن الهيدوس، عرضية من حسن الهيدوس، اللقطة الماضية يتصدى لها حارس المرمى محمد الشمسي أو هي بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تصل يقدم حضورا جيدا جدا من خلال هذا اللقاء ويقلص الفارق من علامة الجزاء، وصلت إلى المعز، سدد المعز للإمارات في بطولات كأس الخليج اليوم. مبخوت يسجل هدفه الحادي عشر، هدفه الحادي عشر سجل في خليج 22، وكرة بمحاولة ملعوبة الآن تصل إلى مصعب خضر، مصعب سدد في المرة الأولى، عادت المحاولة في المرة الثانية، تهيأت بعد ذلك لكن أيضا تغطية وإبعاد. بينما هنا الحكم، حكم الساحة ساتو رياجي، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة تأتي، سعد يتصدى، سعد في المكان المناسب يتصدى لكرة الماضية بعد محاولة ملعوبة من ركنية لمصلحة المنتخب الإماراتي، وصلت إلى سعد، سقط على إثرها أيضا لاعب منتخب الإمارات. هذه الكرة وهذا الالتحام اللي كان موجود في منطقة الجزاء في اللقطة الماضية ما بين من؟ ما بين كريم بوضياف وما بين خليفة مبارك أيضا. تعود بعد ذلك وصلت إلى حسن الهيدوس، أمامية ملعوبة من حسن، خطيرة خطيرة كرة الماضية لكن إلى خارج أرضية الملعب، وصلت لك أبو علام، أبو علام الذي سجل، حارس مرمى محمد الشامسي، الكرة ملعوبة وصلت إلى عبد الكريم، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية وصافرة وإبعاد. ساتو رياجي يعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم العنابي بهدفين مقابل هدف واحد هنا من خلال أحداث هذه المواجهة. تجمعني وإياكم مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة العنابي هنا على أرضية ميدانه ما بين جماهيره بمنتخب الإمارات. لم يسبق للمدرب الإسباني أن حقق لقب بطولة كأس الخليج، كرة محاولة بمنطقة الجزاء، تسديد تصطدم في العارضة، الكرة الماضية والمحاولة من أكرم تصطدم في عارضة محمد الشمسي، لكن تمريرة في غاية الروعة وبعد ذلك الاختراق من أكرم لمصلحة العنابي. الآن كرة تصل إلى من؟ إلى اللاعب اللي هو معز في منطقة الجزاء، المعز يسقط الكرة، الثالث من حسن، حسن الهيدوس يسجل الهدف الثالث ويضع كرة في شباك محمد، ثالث أهداف العنابي، ثالث أهداف العنابي عن طريق الكابيتانو، عن طريق القائد اليماني، يتقدم بهدف مقابل شيء، كرة بمحاولة رأسية تصل سهل عند سعد الدوسري، كرة تعود للأبيض الإماراتي، عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية، والمحاولة لا زالت مستمرة والتسديدة تأتي، غابت لقاءات الفريقين في البطولة، كرة بمحاولة إماراتية ملعوبة، رأسية تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، لا زالت مستمرة بالنسبة للعنابي داخل منطقة الجزاء، عبد العزيز يبحث عن الطريقة المعتادة يسدد لكن في أحضان حارس المرمى محمد الشامسي. ربما أقول دخل جاسم يعقوب. عموما كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب الإماراتي، أمامية ملعوبة لكن أيضا تدخل يأتي في التوقيت المناسب من سعد الدوسري. في ربع ساعة أخيرة متبقية، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإماراتي ملعوبة في منطقة الجزاء، مرت في المرة الأولى، عادت بعد ذلك، مبخوت يسجل، مبخوت يسجل ويقلص الفارق الآن. الأمور بخطر لمصلحة العنابي، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، تقدم كانت الطرف الأفضل، وصلت إلى المرمى، سجلت هدف عن طريق مبخوت، تعود المحاولة بتسديد خطيرة جدا في الوضعية التي شاهدنا من خلالها أداء كبيرا جدا بالنسبة لمنتخب قطر والإمارات الرابع. عوائد ما هي
الرابع للعنابي يختتم من خلاله سيمفونية الإبداع وينهي الأمور.